مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي بموضوع جدا مهم. زي ما انتم شايفين هذا نهر متجمد في النص، في بقعة مي زي ما انتم شايفينها، وفي هون شكله حيوان ماشي على هذا النهر. شايفينه غاد؟ ايوه. anyway، الموضوع يا جماعة هو موضوع مهم جدا 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 جدا، ليس فقط للقادمين الجدد لكندا، وليس فقط للمقيمين، ولكن لكل واحد بيعيش في مكان بارد. فصل الشتاء تتجمد عندنا البحيرات والأنهار، ومعظم البحيرات والأنهار بتصير قطعة ثلجية، يعني متجمدة جدا زي ما انتم شفتوها. حورجيكم انا اوكي. الكنديين طبعا متعودين على هذا المنظر، وبقوموا ب زي ما انتم شايفين هون. خليني بدي اورجيكم المنظر. هذا هو النهر المتجمد. هذا هو النهر، وزي ما انتم شايفين بالنص عاملين مكان عشان يعملوا عليه الاولاد سكيتنج رينج. ها هاي هون، معلش احنا طالعين على حجارة. بس نوصل للمكان. شايفين المي لسه سارية هون، لكن غاد هذا في النص عاملين عليها زي سكيتنج رينك، بيلعبوا الاولاد عليها، منظفينها زي ما انتم شايفين وبيمشوا عليها. اللي بدي احكيه هون انه كثير في ناس للاسف بنغروا بهذا المنظر، وبشوفوا في ناس بتمشي على السكيتنج رينج، فبصير فيهم انهم بيحاولوا يدخلوا على المي. بدي اورجيكم شو بصير، تفرجوا. خاصة الاطراف، شايفين الارض قوية، يعني انت بتقدر تمشي عليها، بس هذه الاطراف معظمها لو انا ضغطت هون راح تلاقوها بتنكسر بسهولة. فهذه المشكلة اللي بتصير في كثير من المهاجرين. بنغروا بهذا المنظر وبروحوا يدخلوا على المي، ومش بس القادمين الجدد، كثير ناس بتصير معهم هذه المشاكل في كندا. في كل سنة ببداية الشتاء ونهاية الشتاء الحكومة الكندية بتحذر من هذا الموضوع، خاصة في الأماكن اللي بيكون فيها ذوبان الثلج ودرجات الحرارة بترتفع. يا جماعة هذا الثلج بتجمد بنسبة معينة، يعني تحته بضل في ماء. إذا ما كانت هاي النسبة كافية إنه يمشي عليها بشر فبتصير خطيرة. وفي أماكن ترى بكون مثلا في حجارة تحت أو زيادة في الملوحة، فبتخفف من نسبة تجمد هذا الثلج، وبتكون هاي الأماكن ضعيفة جدا. شو بصير؟ بصير الأطفال، هاي مشكلة. يعني قبل أسبوعين في طفل في مدينة لندن أونتاريو توفى قدام أهله وما قدروا ينقذوه. هم أخين دخلوا، واحد منهم قدر يطلع حاله من الحفرة والثاني للأسف لم يستطع. إجوا أهله طلعوا، ولكن سيارة الإسعاف وصلت، وبعد 15 دقيقة من إخراجه حاولوا ينقذوه وللأسف توفي على المطرح أو في مكانه. هذه مأساة، مأساة فعلا عندما يفقد أب ابنه أمام أعينه بسبب جهله في هذا الموضوع، أو يمكن أنه بده يفرح هو أولاده الفرح. فانتبهوا يا جماعة، انتبهوا، ما تخلي أولادكم إلا إذا رحتوا على أماكن سيرتيفايد. مثلا في نهر هون في أوتوا أو قناة بسموها ريدو كانال عفوا، هذه القناة بتتجمد، بمشوا عليها الحكومة سيارات تركات تركس قبل ما يتأكدوا إنه كل إشي تمام عشان يفتحوها للناس، وبضلهم يقيسوا أماكن تخن الثلج، سماكة الثلج، وبالتالي بيقدروا يحكوا إنه يس بيقدروا الناس يمشوا عليها ويعملوا سكيتنج ولا لا. عدد كبير من الناس بروحوا غاد بتزلجوا، بيعتبر أطول مكان للتزلج
في العالم، أطول مكان في مدينة أوتوا. لكن المشكلة في، بعرفش إذا أنتم شايفين الناس هون بيعملوا هاي الشغلات السكيتنج رينكس، إذا أنتم شايفينها واضحة هون كمان واحد ثاني بيحاولوا إنه أولادهم يتزلجوا عليها ويلعبوا عليها. الأطفال عادة أكثر ناس عرضة، الحكومة بتحكي أكثر من 50% من اللي بتوفوا من السقوط بالثلج من الأطفال، أكثر من 52% بالضبط من الأطفال. بموت حوالي 1000 شخص سنويا بهذا الموضوع في كندا، 500 طفل بالنسبة لكثير من الناس هذا رقم، بس بالنسبة لعوائل هذول 500 عائلة فقدوا 500 ابن أو طفلة أو بنت من حياتهم. فحابب أركز على الموضوع لأن الموضوع جدا مهم. أرجوكم انتبهوا، انتبهوا لأولادكم، ما تدخلوا في مغامرات شوي غريبة إلا إذا أنتم عندكم خبرة بهذا الموضوع. هذا هو الريفر، هاي زي ما انتم شايفين الاولاد بنزلوا من هون وبروحوا لهذاك المكان. ادم بسرعه كان بده يروح لهذاك المكان، خدع هذه الميه تحته، شايفينها؟ خلينا ننزل ورجيهم انه في ميه هون. تعال ادم، انت شفت انه في ميه هون؟ هاي شايف، ما ببين انه في ميه. هاي الميه حورجيكم هلا الميه هون. هذا احنا هيك في طرف النهر، هذا توقعوا هاي هيك شايفين، هذا شايفين الثلج، هذا الجليد، هذا مي متجمدة. وهذا الناس هيك تتوقع انه اوكي انا حمشي وبأوب اللي بلاقي في مكان، هاي هون مثلا، وهذا المكان اللي كنا عنده قبل ثواني. موضوع طبعا الكنديين غير التزلج على الثلج بيسووا شغلات ثانية، بروحوا بيعملوا فيشينج اون ذا ايس، بيفتحوا فتحة هيك وبنزلوا السنارة وبنبسطوا في ثلج ونار، حتى فوق الثلج بحطوها عشان تدفيهم، حياتهم متأكدين منها وعارفينها. الشغلة الثانية، في ناس متعودين على البرد مش زي احنا خاصة الشرقيين بنخاف من البرد، هذول متعودين طول حياتهم عايشين، بحفروا حفرة سواء صغيرة أو كبيرة، حط لكم فيديو لإلها، وبنزلوا جوا بنقعوا حالهم دقائق وبطلعوا. حتى في مسابقة بتصير في مدينة أوتوا هلا لغوها آخر سنتين بسبب الكوفيد، وما الكوفيد الناس بيفتحوا زي فتحة بالبحر في النهر، والناس بتركض جوا النهر و بالمية الباردة، وبتطلع بسرعة عشان يجمعوا فلوس لمستشفى خاص أو شيء خاص. anyway هذا الفيديو اللي حبيت أحكيه، الموضوع مهم جدا جدا جدا، لا تحاولوا خاصة في الأماكن القريبة من الأطراف لأنه الأعشاب بتكون موجودة، وطبعا في أمور ثانية والحجارة اللي بتكون تحتها، فبتكون سماكة الثلج مش كبيرة. لا تحاولوا تسووا هذا الشيء إلا إذا أنتم متأكدين في instruction أو في معلومات تسمح لكم بالقيام بذلك. أتمنى لكم السلامة ولأولادكم. إذا شفتوا اللايك ليكم، إذا شفتوا الشير شيروا، وهذه الحمرة سبسكرايب سبسكرابوا، ونراكم في حلقات قادمة. باي باي. GoPro stop recording.